الجزء بيبدأ مع انتهاء الزفاف بين جي ودوي بعد ما قالت ان انا صابة وكانت بتضحك عليه، وهو طبعا بيكون حزين وبيفتكر كل حاجة. ودون غيبت له ميون انها معرفتهاش اللي هيحصل عشان تكلفه كتير، بس ده تم التخلص من النصابين. بس ناسون بيعرفها في ان ده ما حصلش علشان يرجع كل حاجة، ومش عارف هي ازاي حطت الخاتم ده اصلا. وده اللي دون غيبت عرفها في انها لقيته معاهم وهي بتحطه، وانها سرقته وبتتصدم وبتاخده وبتمشي وبترفض تسمع لسون خالص. فبيدخلوا بيكونوا ما كانوش عايزين ان النصابين دول يعرف قوتهم، في حين ان جو بيقرر انه يفتكر اللي حصل. وبيشوف وقت ما دونغ راحت هي وكانغ وقال كل حاجه شافوها، وقت ما هين واجه كانغ باللي حصل وانها كانت عارفه كل حاجه. بس ان جو بيشوف وقت مواجهه دوي وبيواجهها بالحرق اللي حصل قبل 13 عام، وان ده كان حقيقي ولا لا عشان هو قدر يلمسها، وبيجي في مستقبلها وازاي يكون ده مش حقيقي، وبيزعق فيها. بس انا بتقول له ان ده كان مخططها، وانه كان تلات راجل بتقول له الكلام ده وبتصدمه جدا علشان هي كانت بتكذب. وده اللي بيقرب ليها وبتشوفهم هما الاتنين قصاد بعض وبتخاف، وبتفضل تسمع فيفو انه بيرجع للي فات بالاكاذيب اللي بتحصل، وبتكون شايفاه هو من الماضي وبيتضايق وبيمشي وبيسيبها على طول. فبيروح يختفي من قدامها لما بتشوفه كده، وبتكون بتبكي على اللي حصل. فجو بيروح يشوف عقد الزواج وبيقطعه، وبيكون مش عارف ده حصل ازاي علشان دوهي اثرت فيه جدا. فان هونغ بتكون عايزه تعرف هي ليه فسدت الزواج اللي كان هيتم، ولا تكون بقت مع عيال بوك. فدوهي بتكون مش عايزه تكمل كل ده وتستقيل من معاها، وبتهددها بقتل نفسها وقتها مش تستفيد اي حاجه من وراها. هو بيكون حابس دوهي في الاوضه بتاعتها، وهونغ بتعاملها بقسوه كبيره. فتايكيونغ بيروح يفكر في ان ممكن فعلا يكون عندهم قوه خارقه، وكلام ده حقيقي. وكمان كانغ بتيجي بتعرفهم في انها شافت دونغ وهي طايره، وممكن من اللي حصل ده يجمعوا ثروه كبيره. فبنروح لإيني اللي بتكون حزينه جدا وبتتابع ابوها. فبنروح لجو اللي بيروح يتمرن وبتخفى، ودونغ بتمثل في ان الحديد وقع منها، وبيفضل جو يظهر ويختفي في كل مكان، وعايزين ان ياخد وقته وينساها. وهي بترفض تسمع اي حاجه عن دوهي وعن الباب اللي قبل 13 سنه، وعاوزين انهم يختفوا حاليا ويتابعوا هيعملوا ايه. فبنروح لإينيه اللي بتكون في الفصل وحيده وحزينه، بس بيجي لها جون وبيعرض لها الطعام، بس بترفض في انها تاكل معاه اصلا. وبيعرفها في ان ريم هي اللي طلبت منه ان يجيبها، وبتستغرب انها عايزاه تروح معاها. وبتروح تشيل نظارتها وبتعرف انها بتسمعها، وبتعرفها في انها ما تجيش وبتكون مش طايقه تشوفها، وعلشان كانها بتروح تزقها وتمشي على طول من غير نظارتها حتى. فجون بيقرر يروح وراها، وهي بتكون ماشيه وهي حزينه ومش شايفه، وبتفتكر كلام امها وقت ما قررت الانتحار بعد ما شافت الكلام ده في عينها. وبتروح وبتكون تتخبط، بس بتروح تسمع كلام كل الناس اللي جواهم، وبتكون مذوله جدا، وده مسبب ضغط عليها. فبنروح لسون اللي بيطمن على ايني اللي بيلاقي في انها مفقوده، وبيروح يعرف يوم بس مش بتسمعه. وبيروح لجو اللي بيكون بيرجع للماضي على طول وبيفتكر اللي حصل، وبيقول ان ازاي ما كانش سعيد وقت ما كان معاها، وشايف ان كل اللي حصل ده كان كذب، ومش عارف ازاي شخص يأذي حد كده، ومش عارف هو ليه بيرجع للحظات دي اصلا. وفجأة جو بيجي وعاوز يعرف ليه بيرجع للماضي على طول، وعاوز يتملك نفسه شوية علشان ده مش هيفيده بحاجة. وإينيه مفقودة اصلا، فإنها بتكون راحة للصونة وهي مش شايفة أي حاجة، وهونغ بتروح ليها بس بتكون مش عايزة تبص لها اصلا. وبالفعل بتروح تقدم لها الطعام وهي متابعاها، وبتكون مش عايزة تاخد منها أي حاجة، وبتتكلم معاها لإن ازاي عيلتك تثبت القوة الخارقة دي، ولا تكون ايه قوتها الخارقة هي كمان. فبتعرفها في إن دوهي أكيد حذرتها من نظر في عينها، وبتكون عايزة تعرف ايه اللي هيحصل لها، بس مش بتعرفها، وبتاخد منها البيضة على طول. فبتروح تخرج دوهي، وبتشوف ان ايناه مش عندها اي قوة اصلا. بس هونغ بتفكر في استغلال ايناه من تاني عشان يستغلهم وياخدوا منهم المال. فبتروح لإيناه وبتتكلم معاها، وبتكون شايفة في انها كانت محبوسة ومش عايزاها تبص في عينها، وبتكون هي اول واحدة فكرت فيها على طول وجات لينا علشان ضيعت نظارتها، وشايفة في ان باب بيرجع للماضي اللي كان فيه معاها، ومش عارفة هي اللي بوظت الحوار ولا تكون هي سابته عشان هي حبيته. وبتفضل بتشوف في عينها وشايفة في ان ده صح، وبتقرر تاخدها علشان تجيب لها نظارة جديدة. وبتروح هونغ تاخدها وعايزاها تشوف اللي بيحصل لما بتبص ليها، وانها بتبقى قوتها تظهر، بس دوهي بتدافع عنها على طول. فبتروح تشتري لها نظارة، واللي بتعجبها بتكون غالية جدا، بس بتقرر في انها تاخدها وتجيبها ليها طبعا، وبتفرحها على طول. فبتطلع بتكون جابت لها جو، وده بيخلي انها مستغربة علشان دوهي بتكون عايزاها تروح وما تجيش لها من تاني، خصوصا ان انها شافت افكار هونغ وعرفت في انها بتختبر وفائها ليها، ولو سابتها تمشي فهتعاقبها جدا، وبتكون مش عايزاها تبص في عينها من تاني اصلا. فجو بيشوف اللي حصل وبيتهم دوهي في انها خدتها بالنضارة الجديدة. فبتعرفه في انها اللي راحت للساونا على طول علشان تاكل وتشرب وتستمتع، وبتكون هتقول ان دوهي مش وحشة بس بيمنعها، وبيروح يوديها العربية من جديد. وبيرجع لدوهي تحت متابعة من إينيه، وبتعرفه انها رجعتها ومش مسؤول عن اللي هيحصل بعد كده. فبيعرفها في انها فعلا نجت من حريق قبل 13 سنة، خصوصا ان في الحريق ده زميله هو اللي راح لهناك.
وجايز يكون صاحبه اللي انقذها وكان عنده عيله وضحى بحياته علشان خاطر البنت دي وعاوزه تعيش حياه كويسه، علشان في شخص ضحى علشانها وهيحاول يمحي كل حاجه من حياته على طول وبيأثر فيها وبيمشي، وبتكون بتبكي بس فجاه بيجي قدامها من المستقبل رغم انه مش قدامها وبيكون مش عاوزه تسيبه يمشي، وبالفعل بتروح توقف قدامه وهو اللي بياخدها بس بيقرر يوقفها قدام العربيه رغم انها مش عايزه تعمل ده، وبتقرر انها تتكلم ليه وبتجي تهرب وهو بيمنحها، وجي بيفضل شايف ده وينها بتفكر في ان شبح اللي بيوقفه اصلا، ومن هنا جو بينزل ليها وعاوز يعرف هي عايز تقول له ايه، وبيفضل يضغط عليها اصلا وشايف ان ده هو ومستغرب علشان ليه يرجع اصلا وعاوز يرجع لاخته عشان هي في خطر، وبالفعل بيرن عليها وهي في الجيم وبتتمرن وكويسه ومستغربه في انه اتصل عليها اصلا، هو بيقفل في وشها على طول ودنغ بتستغرب جدا وبتقرر تكمل تمرين بس كانغ بتكون متابعاها، فهنا دوا بتمشي وعايزاه ما ياكدش كلامها اصلا، فهنا كانغ بتروح تتكلم عن طيران دونغ وانها كانت بتطير بس هنا دونغ بتكون مش عايزه تكلمها خالص، وعلشان كده بتمشي، فكانغ بتروح تاخد المفتاح اللي بيتحكم في المصعد ده وبتفصله وبتحاول تضحك عليها وناويه تعمل فيها حاجه، فدونغ بترن على هان وبتكون عايزه تقابله عشان تعرفه عن كانغ، وبتظبط نفسها وعايزه تخس اكتر، وبتروح بتلاقي ان الاسانسير متعطل كله وبتضايق جدا، وبتقرر تنزل على السلم اللي بتلاقيه تحت الصيانه، وعلشان كده بتفكر في الطيران وبتكون مش عارفه تعمل اصلا، بس هنا كانغ بتصورها وبتزقها على طول وبتقع فوق جو اللي بيوصل ودوا معاه، وبتلاقي كانغ هناك وبتشوف دوا بيغمى عليها فبيروح ياخدها للمشفى، وبتقرر دوا تساعده بما انه اتأذى برضه، وبتقرر ان هي اللي تسوق، وكانغ بتراسل امها بتعرف ان دوا مع جو وبتكون متابعاها وبتكون عيال غبيه بجد، فبيروح المشفى وبتتفاجئ انها بتعاني من سوء تغذيه وبيلاحظوا ان هو اللي اتأذى، فانها عايزه تعرف هي عرفت ازاي، فبتعرفوا انها شافت ابوها في الماضي وبتلمسه ومش عارف السبب ايه، فدونغ بتفوق وهي تعبانه جدا في حين ان سون بيرن عليهم وبيتقابل مع يوم وبيعرفوا باللي حصل، ودونغ بتتصل على يوم عشان هي وقعت من مكان عالي في محاوله للطيران، وبيفكروا في انها خطفت اينيه واذتها، وشايفه في انهم مش عارفين يتصلوا بالشرطه، فجو بيروحوا بيفاجئها وبيعرفها في ان دوهي هي اللي انقذتها، وبيحكي ليها وتايكونغ متابع كل ده، فهيوم وسون بيوصلوا وبياخدوا اينيه وبتضرب دوه على طول علشان لازم تكون بعيده عن عائلتها، وعلشان كده بتعرفها في انها بتشوف المستقبل والماضي بس مش شايفه اللي قدامها، ولازم تخلي بالها من امها اللي مش هتتخلى عن خطتها، فإنها بتكون عايزة تتعاون مع دوهي علشان تكسب المستقبل، وبتشوف ان سون كان عارف ان جو بيروح ليها، فبتروح بتلوم سون على انه مقلهاش، وبتكون شايفاه ملهوش لازمة، بس هو بيكون عاوز يحميها وبيجيب لها اللي بتدور عليه، وبيحزن منها جدا، فبتشوف ان التحول ده ليه تمن دايما، ومن الواضح ان سون بيخبي حاجة، فبنروح لدونغ اللي بيجي لها جو بيطمن عليها، وبتعرفه انها تخسر وزنها ومش عايزة تهمل نفسها وبتشكره، وبتكون علاقته متحسنت عن الأول، فإنها بتكون عايزة ينقذ دوهي من الناس دي علشان هي بوظت كل حاجة، وعايزاه يفكر يا ليه قالت الحقيقة، وبيقرر يرجع تاني ويتابعها، وبيروح ليها وشايف انها بلغت في الامر وان هي اللي انقذته، وفجأة هونغ بتيجي وبتضربها وبتاخدها بالعافية وبيمشي على طول، فبنروح تحقيق هونغ مع دوهي وازاي خبت عنها كل حاجة كده، وفجأة جو بيجي وبيكون عاوز يعملوا صفقة سوا وبيتعاونوا علشان قوته هتكون مفيدة وهي مع دوهي، فسون بيكون في المقهى والبنت دي بتجيله، فجو بيروح يعرف دوهي انها تقضي الوقت معاه، بس بتكون شايفة ان كل حاجة خلصت وعاوز انه يفضل معاها ويتمسك بيها، وبتخف على طول وبيرجع لوقت ما سابها وظهر ليها، وده اللي حصل بالفعل وقت ما كانت بتبكي علشان قال لها انه مش هيرجع ومش عارفة وبيرجع ليها ليه بالماضي، وبيقرر يقرب منها وبيركزوا بعض كتير، وكل حاجة بتتكرر والجزء بيخلص علينا. سلام.